السلطات الهولندية تخرج جزئيا مطار شيفول الدولي في العاصمة أمستردام مساء الثلاثاء حوالي الساعة 9:30 بسبب ظروف مشبوهة، يقول الناطق الرسمي باسم إدارة المطار. وصاحبت عملية الإخلاء اعتقال الشرطة شخصا لم يفصح عن هويته ولا عن أسباب توقيفها. إجراءات أمنية اتخذت فورا وأحيط المطار بحزام أمني فيما لم تتأثر الرحلات بهذا الحادث.